بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم معنا في حلقة جديدة متجددة بمواضيعها ومحطاتها من برنامج من عمان. هذا اللي بدأ معكم دورة جديدة ابتداء من الأمس وراح يستمر بمشيئة الله، يمكن راح يتوقف فترة وذلك تزامنا مع معرض الكتاب. إذن مشاهدينا اليوم الحدث الأبرز طبعا اللي هو 24 فبراير يوم المعلم العماني، كل عام وجميع المعلمين بألف خير، كل عام وجميع يعني هيئة التدريس أيا كانت مواقعهم وأيضا أيا كانت أعمالهم بألف خير، كل عام وأنتم تضيئون عقول أجيال المستقبل الذين يعول عليهم بناء هذا الوطن الغالي. بهذه المناسبة أكيد مشاهدينا يجب أن تكون لدينا وقفة مع مشاعل النور والعلم في حلقة الليلة من برنامج من عمان، هذا بالإضافة إلى المحطات الأخرى. راح يكون معنا محطة مع الطواف العربي للإبحار الشراعي وأيضا محطة مع المعرض التشكيلي مرايا. إذن مثل ما قلنا مشاهدينا أن برنامجنا مستمر حتى يوم غد إن شاء الله من تاريخ 26 فبراير ولغاية 10 أيام تقريبا، راح يكون هناك برنامج متخصص راح يعني يسلط الضوء ويتزامن مع معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 19. سيواكب طبعا هذا المعرض برنامج خاص مثل ما ذكرنا يغطي فعالياته ويحمل عنوان الفهرس، حيث سيحل هذا البرنامج محل برنامج من عمان مدة ساعة من 8 وحتى 9، ومثل ما ذكرت أنه هو راح يتواكب ويتزامن مع معرض الكتاب طوال أيام 10 بمشيئة الله. راح يرافقكم في الزميل راشد السعدي ومن إخراج المايسترو سعيد موسى. إذن هذا كان تنويه عن برنامج الفهرس اللي راح يطل عليكم بمشيئة الله بعد الغد. إحنا متواصلين معكم حتى حلقة الغد، عندنا محطات كثيرة حلقة الغد وأيضا محطاتنا اللي ذكرناها في حلقة الليلة. نتمنى أنكم تقضون معنا وقت مفيد وممتع بصحبة ما اخترناه لكم من مواضيع ومحطات في حلقة الليلة، وحياكم الله. تحتفل وزارة التربية والتعليم في كل عام بمناسبة يوم المعلم العماني الذي يصادف 24 من شهر فبراير، ويأتي الاحتفال بيوم المعلم العماني من منطلق الإيمان بالدور الذي يقوم به المعلم في حمل لواء العلم ومشاعر النور لينير بها دروب أبناء عمان ورجال الغد وبنات المستقبل، وتقديرا للجهود المتميزة التي يقدمها المعلمون في الحقل التربوي. تحتفي في هذا اليوم وزارة التربية والتعليم وتشاركها مديريات التربية بمختلف محافظات السلطنة بهذه الاحتفالية، كما تطول الفرحة إلى المدارس التي تجسد هذه المناسبة بالعديد من الفقرات، ولعل التكريم هو من الأولويات التي تنتهجها الوزارة والمديريات والمدارس للمعلمين. إن وقفة قصيرة مع النفس نتصور من خلالها دور المعلم في المجتمع يجعلنا ندرك ضخامة الدور الذي يقوم به المعلم وعظم المسؤولية التي تقع على كاهله. فما هذه الألوف المؤلفة من أولادنا وفلذات أكبادنا إلا غراس تعهدها المعلم بماء علمه، فانبعثت وأثمرت وفاضت علما ومعرفة وفضلا.
فمما لا شك فيه أن أولى الناس بهذا التبجيل والإجلال هو المعلم، لأن اسمه مشتق من العلم، فالمعلم يحفر بمعول علمه على الأرض القاحلة فتغدو خضراء يانعة. لذلك يتحتم على كل طالب وطالبة النظر بعين الاحترام والإجلال والإكرام والتواضع للمعلم، فتواضعك له عز ورفعة لك. لذا فإن حق المعلم عليك احترامه وحسن الاستماع إليه، فالمعلم هو الذي ينمي العقل ويهذب الأخلاق، لذا وجب تكريمه واحترامه، لأنه يحمل أسمى رسالة، وهي رسالة العلم والتعليم التي حملها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فما أروعك أيها المعلم، وما أروع عطائك. حياكم الله مشاهدينا، وكل عام وجميع المعلمين والهيئات التدريسية وين ما كانت بألف خير بمناسبة يوم المعلم العماني 24 فبراير. قم للمعلم وفه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. وهنا معنا في الاستديو مثل ما ذكرت محطة، يجب أن تكون لدينا محطة في برنامج من عمان للاحتفاء بهذه المناسبة، بالاحتفاء بمشاعل العلم. معنا الأساتذة محمود بن سعيد البلوشي، وأيضا انتصار بنت حامد الهنائية. مساكم الله بالخير، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. حياكم الله. إذن اليوم كان يومكم، وهو اليوم هذا اليوم الاحتفاء بالمعلم العماني، بعد أن كان هناك في احتفاء بالمعلم عالميا في شهر 10. كيف تشوفون هذا اليوم؟ والله اليوم هذا يعتبر محطة أساسية في حياة أي معلم، لكن يعني هي الأيام كلها أصلا للمعلم، فالمفترض أن المعلم يعيش كل الأيام بنفس الروح وبنفس العطاء. صحيح. في هذا اليوم جميع يعني الأمم بشكل يعني عفوا في عمان هنا خصصنا هذا اليوم بالذات. نعم. للمعلم العماني، في أيام أخرى طبعا اليوم العربي ولا يوم العالمي كذلك، لكن يعني فيه يعني بشكل خاص تستذكر الأمم هؤلاء المعلمين وما يقدمونه من عطاء في سبيل الرقي يعني بالعملية التعليمية. هو أستاذ محمود وأيضا أستاذ انتصار، يعني مثل ما ذكرت، هو يعني المعلم يحتفى به دائما وبجهوده، وحتى بعد يمكن عشرات السنين لما تشوفون حصاتكم اللي هم طلبتكم وهم في مواقع العمل أكيد تشعرون بالفخر. يمكن تخصيص هذا اليوم فقط لنقول لكم شكرا، وأيضا طلبتكم يقولون لكم شكرا، والوطن يقول لكم شكرا على الدور اللي تبذلونه في طبعا إنارة عقول الطلاب وتعليمهم وإخراجهم بالصورة التي يتشرف بها الوطن. أستاذ انتصار، فعلا يعني أنا أشعر أن هذا اليوم هو تجسيد وبلورة لكل معاني وأرق أجمل معاني العرفان للمعلم، سواء كان في عمان أو في الوطن العربي كافة. مثل ما قلنا أن كل يوم هو يوم لماذا للمعلم، كل يوم أعطي فيه فكرة لطالب، كل يوم أغرس فيه بذرة في طالب، كل يوم أوجه سلوكا صحيحا لطالب، هو يوم للمعلم. إذن أنا لا أستطيع أن أجعل هذا اليوم حكرا للمعلم، فكل يوم هو للمعلم. نعم، اليوم كل المدارس تقريبا احتفلت بهذا اليوم، كيف كانت احتفالياتكم في المدرسة؟ بصراحة كانت الاحتفالية مميزة فعلا، يعني تم الإعداد لها خلال تقريبا يمكن أكثر من أسبوع أو أسبوعين تقريبا. تجهيز طلبة، تجهيز أدوات، تجهيز يعني حتى يعني الفرحة واضحة جدا على جميع الكادر الإداري والفني والتدريسي استعدادا لهذا اليوم.
نعم. فما شاء الله يعني الإدارة ما قصرت يعني أبدا مع المعلمين في الاحتفاء بهذا اليوم. جميل جدا. أنا أشعر يعني أن هذا اليوم هو دفعة معنوية لتجويد العمل والبذل أكثر، فالمعلم هو نبع العطاء، وعطاء دائما يكون مستمر، فدائما نشعر أن الإنسان يحتاج إلى التحفيز. التحفيز قد يكون داخلي وقد يكون خارجي، وهذا من العوامل الخارجية اللي تدفع المعلم إلى الأداء أكثر أو الإبداع أكثر بمعنى أصح. جميل أستاذ انتصار، وهذه نقطة جدا مهمة في عمل المعلم. يعني المعلم إحنا إن صح التعبير فنشبهه مثل المزارع اللي يغرس البذرة وينتظر الحصاد بعد سنوات، يمكن أنتوا خلال 12 سنة، ولكن أيضا هناك من ينتظر في دكاترة الجامعة وأساتذة الجامعة أيضا خلال 4 سنوات وخمس سنوات، ويمكن محطة الإنسان أصلا هي محطات تعلم بشكل عام. خلونا نتكلم عن هذه النقطة، وانت ذكرتي نقطة جدا مهمة في مسألة الإجادة وإجادة العمل بالنسبة للمعلم. يعني أنا أشعر أن هناك مصطلحات متعارف عليها مثل الري ومثل الغرس ومثل الثمار، نجد أن هناك مشابهات لها في العملية التعليمية، فنجد أن المعلم الطالب يعتبر هو ثمرة نتيجة الجهود التربوية والتعليمية، فنحصل على ماذا؟ على هذا الطالب نحصل على فكر، نحصل على قيادة أمة، يعني نحن ننشئ أنفس وعقول ما في نفس الوقت حتى يقودوا فيما بعد أمة. فنرى أن مهنة التعليم هي من المهن الأم، أنا في نظري حيث أنها تنبثق منها بقية المهن. نجد فيما بعد يعني نحن نفتخر في الميادين، في مختلف الميادين العمل، نجد الطبيب ونجد المهندس. صحيح. ونجد جميع هؤلاء من أين انبثقوا؟ ثماركم. ثمار. نعم. ثمار يعني يانعة. فإذا كان يعني الطالب بستان، فسر نظارتي هو المعلم في وجهة نظري. وإحنا نشهد بهذا الكلام وموافقين تماما على هذا الكلام أستاذ محمود. نعم. اليوم المعلم في ظل هذا التطور والتحديث اللي قاعد يصير يوم بعد يوم، وأيضا يعني الملهيات الكثيرة اللي تلهي الطالب، اليوم المعلم عنده يمكن تحدي كبير في إنه كيف يقدر يجذب هؤلاء الطلاب يعني ويخليهم يستمتعون بالدرس، وأيضا يربطهم يعني خلينا نقول بعلاقة حميمة مع المدرسة في ظل الملهيات الكثيرة اللي يصادفها ويواجهها طلاب اليوم. كلامك صحيح أستاذة عايدة، لكن يعني التحديات صارت أكبر في الآونة الأخيرة، بما أن يعني الطالب صار يعني قريب جدا من يعني الأدوات الحديثة. صحيح. التكنولوجيا الحديثة، الكمبيوتر، الآيباد، أي يعني حتى مواقع التواصل الاجتماعي صارت في يده، الإنترنت صار في يده، فالمعلم هنا يعني في تحدي. أيوة. يعني أي معلومة يريد أن يعطيها لهذا الطالب يجب أن يعمل لها 1000 حساب قبل ما يطلقها للطالب. الطالب الآن ليس مثل الطالب السابق. الطالب صار يعني مطلع بشكل كبير. صحيح. فالمعلم يعني يريد أن يجذب هذا الطالب من خلال يعني تنويع أساليبه التدريسية، تنويع الطرق يعني الدراسية، وتنويع حتى الغرف، يعني يخرجه من بيئة الصف حتى يعني يكسر هذا الملل وهذا الجمود، يعني لأن الطالب يريد شيء جديد، هو يطلع على حتى الدول الأخرى، يعني عملية التعليم في الدول الأخرى، فبالتالي يجب على المعلم أن يبين أنه أيضا مواكب لهذا التطور. صحيح. يعني أستاذ انتصار هي نقطة جدا مهمة، اليوم الطالب بإمكانه الحصول على المعلومة من جميع الوسائل لأن أصلا هي متاحة له بالإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ضغطة زر على الكمبيوتر ويقدر يحصل كل المعلومات. اليوم تحسين أن هذا أثر على مكانة المعلم؟ يعني الطالب اليوم يحصل المعلومة من خلال هذه الوسائل، وإن كانت صحيح في منهج مدرسي والمعلومة فيه، ولكن التوسع ربما أو المعلومة يمكن الطالب يعرف حتى قبل لا يدرسها. هو جميل جدا أن يبحر الطالب يعني في بحر العلم، لأن العلم لا يقتصر يعني حتى السن معين، ليس له سن معين. صحيح. دائما يجب أن ننهل، دائما هناك انفجار معرفي، دائما هناك انفجار تكنولوجيا، نحن لا بد أن نواكب هذه الأشياء. يجب أن أوجه الطالب بطريقة شائقة، بطريقة جميلة، بحيث أن أنا أجذب الطالب في نفس الوقت يكتسب المعلومة. إذا لم يكن هناك عنصر يعني جاذب للطالب، الطالب لن
يقبل على تلك المعلومة أو لن تترسخ في ذهنه. فالتكنولوجيا هي أساسا نجد أنها سلاح ذو حدين، صحيح. إيجابيا وسلبيا. نحن مثلا في مهنة التعليم نستخدمها بشكل الإيجابي، هناك وسائل اتصال مختلفة ومتنوعة، أنا كمعلم لابد أن أستغلها حتى أغرس أفكار إيجابية في الطالب، أوجه سلوك داخل الطالب، إذن لا أتوقف على عنصر معين، وإنما لابد لي أن أستخدم هذه التكنولوجيا حتى أواكب الركب أو أسير مع الركب، ولا أقف حيثما توقف عندما نتوقف في مكان معين، صحيح. أو في محور معين، إذن لابد أن نساير. نعم. بما أننا نحن في عصر التكنولوجيا، في عصر الانفجار المعرفي، إذن لابد للطالب أن يتبحر في هذا المجال، لا يقتصر على المعلم. يعني البيئة المدرسية لم تعد مستودعا للمعارف بالنسبة إلى الطالب، لا، إنما هي في المقام الأول أجد أنها مؤسسة اجتماعية تربوية، بحيث أنا أتعرف على شخصية الطالب، صحيح. أنمي هذه الشخصية بحيث أنه يوظف ويستثمر تلك المعارف، يستطيع حل المشكلات، يستطيع الفهم، يستطيع التحليل الطالب في هذه النقطة. أيضا نجد أن الطالب يستطيع أن يتعامل مع المجتمع، وبالتالي يكون عنصرا فاعلا في هذا المجتمع وعنصرا صالحا، يستطيع أن يقود الأمة في النهاية بإيجابية. صحيح، جميل جدا. وهني دور يبرز دور المعلم الحقيقي في توظيف هذه ما ذكرتيه أستاذة انتصار خدمة للطالب والعملية التعليمية بشكل عام. اليوم وزارة التربية والتعليم لديها العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية للمعلمين والمعلمات، وأيضا يعني لكل من ينضوي تحت مظلة التربية والتعليم، ولكن بما أننا نتحدث عن المعلمين فهنا نتحدث عن تأهيل وتدريب المعلمين. بالنسبة لمن لا يحصل مثلا على تدريب لفترات طويلة أو تأهيل لفترات طويلة، هني ما الدور اللي يجب أن يقوم به المعلم في مسألة اللي هو تدريب نفسه ومواكبة كل جديد حتى يكون مواكب للركب، وبالتالي يقوم بعمله ويؤدي عمله بالشكل المطلوب؟ بالتأكيد يعني المعلم لا يجب أن ينتظر، وطبعا كلمة لا يجب هذه أيضا لها فيها تحفظ بالنسبة للغة العربية، يعني النفي وال يجب أن لا يترك نفسه يعني في انتظار لما تقدمه الوزارة له. يعني ربما الوزارة يعني لها يعني لديها كمية كبيرة من المعلمين والموظفين الذين يحتاجون إلى تأهيل وتدريب بشكل مستمر، فيعني بشكل بسيط في ظل التكنولوجيا الحديثة وفي ظل متغيرات العصر الحالي يجب على المعلم أن يخدم نفسه بنفسه. نعم. يعني الإنترنت فيه أشياء كثيرة، فيه دروس، فيه برامج تدريبية على جميع يعني المستويات، فبالتأكيد يستطيع من خلال كل هذه الأشياء أن يدرب نفسه بنفسه. نعم. كذلك يستطيع أن يدرب نفسه حتى في المدرسة يعني مع زملائه المعلمين من خلال الحوار، من خلال النقاش، ربما هي أساليب قديمة ولكنها أثبتت جدواها يعني بشكل كبير. صحيح. أستاذ انتصار ذكرت نقطة جدا جميلة ومهمة، أن المدرسة هي اليوم مؤسسة مجتمعية. صحيح. هذا يقودنا أيضا إلى اللي هي علاقة المدرسة بالبيت وعلاقة المعلمين بأولياء الأمور، لأن أكيد هذه العلاقة ينبني عليها الكثير من الأشياء في مسألة التحصيل الدراسي للطالب والتهيئة النفسية للطالب وكل ما يتعلق بمصلحة الطالب. كيف اليوم تقيمون علاقتكم أنتم كمعلمين ومعلمات بأولياء الأمور؟ أنا أشعر أن هناك بون واسع يعني بين ما كان في السابق وبين الحاضر، يعني التواصل الآن أصبح أكثر يعني جميل. مستمر، أكثر عطاء وتكاملا مع أولياء الأمور من خلال مجلس الآباء والأمهات، نستطيع التواصل مع أولياء الأمور. الدور أساسا بين المدرسة وبين الأسرة دور متكامل. صحيح. أنا لا أستطيع أن أفصل المدرسة عن الأسرة أو عن المجتمع، فكل منهما يكمل الآخر. إذن أنا أستطيع من خلال التواصل أن أرفع المستوى التحصيلي، أن أقف على شخصية الطالب، أستطيع أن أقف على نقاط القوة والضعف عنده، بالتالي أنا أعزز نقاط القوة وأقف عند نقاط الضعف، وأتواصل مع الأسرة أو مع المنزل، أتعرف على الأوضاع
الاجتماعية، لأن الاستقرار المنزلي أو الأسري له دور، ثقافة الأسرة أيضا لها دور في رفع المستوى التحصيلي للطالب نفسه. فلا بد أن يكون هناك تواصل أو جسر تواصل بين الأسرة والمدرسة، لأن أساسا العلاقة علاقة تكاملية صحيح. لا أستطيع أن أفصلها، وبالتالي حتى بعض الأحيان ربما أن تكون هناك سلوكيات خاطئة، يجب أن أقف حتى لا يكون هناك تناقض بين ما تقوم به المدرسة وبين ما يقوم به المجتمع أو الأسرة، فيحدث خللا في شخصية الطالب. إذن هي العلاقة أساسا علاقة تكاملية مهمة جدا، لذلك لا بد من مد جسور التواصل مع الأسرة. خلينا نتكلم كذي بصراحة، يمكن فيما يخص علاقة يعني أولياء الأمور بمدارس البنات هذه ما عليها مشكلة الطالبات، ولكن ربما شوية بعض الملاحظات على علاقة أولياء الأمور بالمعلمين في مدارس الذكور، كيف هذه العلاقة أستاذ؟ والله أنا يعني بتكلم عن إشكالية بسيطة أو مفارقة عجيبة يعني نوعا ما. يعني لما كنا في السنوات اللي هي في التسعينات وفي بداية الألفية الجديدة، نعم، يعني كان تحس أن أولياء الأمور أكثر رغبة في متابعة أبنائهم، ربما يعني هي جانب الثقة. نعم، جانب الثقة، يعني تجد أن الولي الأمر دائما بشكل مستمر، طبعا ليس الجميع، ولكن تجده ماذا، متابع لابنه. الآن في ظل المتغيرات الحديثة ونجد أولياء الأمور يعني ما شاء الله كانوا في السابق يعني معظمهم، لا أقول كلهم، لكن أميين، أولياء الأمور كبار في السن. الآن ولي الأمر متعلم ومثقف، لكن ربما نعذره بسبب يعني ارتباطه بالعمل، وارتباط أيضا المرأة لم تصبح أو يعني صارت ما فقط ربة بيت، نعم، وإنما صارت أيضا تلتحق بميادين العمل، فبالتالي يعني ترك الأبناء ومسؤوليتهم فقط للمعلم هذا يخلق يعني عبء إضافي على المعلم، لكنه تحدي في نفس الوقت صحيح. للمعلم لا يجب أن ينظر أو يجب أن لا ينظر المعلم إلى هذه النقطة بسلبية. يعني هذه هي المفارقة، لكن معذور ولي يعني الأمر. في مدارس البنات هذه العلاقة أكثر قوة وصلابة، أكثر قوة وصلابة عن مدارس الطلبة. لكن والبنين. طبعا مثل ما قالت الأخت في هناك وسائل، بس الوسائل هذه حقيقة ما مثل لما يجيك ولي الأمر صحيح. إلى المدرسة يعني يتابع ابنه، يشوفه يعني يدخل الصف، يعني الابن يتشجع اصلا. لكن بينما يعني المعلم يتصل الى الاب يتواصل معه بوسائل الاتصال الاخرى، الابن في وادي والاب في وادي، الاب يريد كذا ويريد كذا والابن لا يعرف هذا الشيء. لكن يعني وجود ولي الامر في المدرسه يعني يخلق نوع من التشجيع لهذا الابن. بالضبط، واحنا نتمنى ان هذه العلاقه ايضا تتقوى في مساله مدارس الذكور. يعني ايضا من النقاط اللي من خلال كلامه تقودنا الى سؤال، اليوم تعامل المعلمين والمعلمات مع الطلبه والطالبات مع الاجيال الحاليه، هل في نوع من الصعوبه؟ أنا لا أعتقد، يعني الصعوبة في كل مرحلة تعليمية توجد صعوبات يعني في التعامل. يعني المعلم كل ما كان أكثر إلماما بالناحية الفيسيولوجية بالنسبة للطالب، الناحية الصحية، الناحية النفسية، يستطيع التعامل معه. يعني بحكم يعني التغيرات اللي الحاصلة وأيضا يعني التغير الأنماط الحياتية اللي قاعدين، يعني أنا أعتقد أن المعلم يستطيع تذليلها من خلال إلمامه. جميل. من خلال ممارسته، يعني بالممارسة نكتسب الأشياء بالمحاولة. أما أن أتي ربما المعلم القديم أكثر ربما تكيفا في كيفية أو تمرسا في كيفية التعامل مع الطلاب في مختلف الفئات بحكم الخبرة أو بحكم ماذا، الممارسة. أنا يعني هذا ما أعتقده. وأنت يعني الأستاذ كيف؟ التقرب إلى الطالب قد يعني يشكل علامة فارقة يعني في العلاقة بين المعلم وهذا الطالب، وتختلف طبعا هذه العلاقة بين بحسب المستوى. نعم. بين مراحل تعليمية يعني الأطفال تختلف علاقتهم بالمعلم أو بالمعلمة. المستوى المتوسط كذلك، المستوى الأكبر مفترض أن المعلم أن يخلق صداقات مع الطلاب خصوصا في المستوى الأعلى حتى يستطيع أن يكسب رضاهم ويكسب أيضا مودتهم على الأقل، وحتى يستطيع أن يقدم لهم ما يريده بشكل سلس وبشكل مرن. صحيح، يعني أيضا نقطة تقودنا إلى نقطة وربما هي النقطة قبل الأخيرة، خلينا أقول المعلم سابقا كان يطلق عليه الكثير، مربي الأجيال، المعلم، مشعل نور وكل هذه، لكن خلينا نتكلم عن معلم ومربي أيضا.
اليوم تحسون أن المعلم يقوم بهذه الدورين أو لا، استجدت بعض الظروف وبالتالي أصبح فقط معلم بصراحة؟ حقيقة يعني أنا أعتقد يفترض الافتراض يعني يفترض أن هي من مسمى الوزارة، وزارة التربية والتعليم، الواو هنا تفيد المشاركة. نعم. يعني تربية وتعليم أنا أشعر أنهما صنوانان لا يفترقان. يعني يفترض من المعلم أن يكون مربيا في البداية، بعد ذلك يكون معلما. يعني يلقي، مثل ما قلنا أن المدرسة لم تصبح الآن اللي هي مجرد أو مستودع للمعارف لإعطائها للطالب، لا، فأنا أستطيع اكتشاف شخصية الطالب أنماطه بحيث أن الطالب يوظف هذه المعارف. أنا لا أحتاج إلى إعطاء الطالب، الطالب يستطيع من كثير من القنوات استخراج هذه المعلومات. نعم. لكن كيف سيوظف هذه المعلومات؟ إذن هو لا يحتاج إلى معلم أو ملقن للمعلومة أو ملقم للمعلومة فقط، إنما هو يحتاج في المقام الأول إلى مربي. هناك سلوكيات، سنلاحظ أن المجتمع مثل ما قلتي بدأ هناك اختلافات يعني واضحة في تركيبة المجتمع وأنماط المعيشة. إذا الطالب يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى توجيه. نعم. يحتاج إلى إرشاد قبل أن يعطى المعلومة. بالضبط. فهذا شيء مهم جدا. نعم أستاذ محمود. بنفس الكلام الذي تقول الأستاذة انتصار، يعني واضح من المسمى أصلا أن ضرورة النظر أولا إلى مسألة التعليم، أولا نسبقها بكلمة التربية. نعم. لأن المعلم أصلا هو مربي في الأصل، وهو في النهاية شئنا أم أبينا نحن أولياء أمور أيضا. صحيح. وبالتالي يجب أن نشعر بما يشعر به الآباء من هموم، من خوف على أبنائهم. يعني نحن ما لا نرضاه لأبنائنا أيضا المفترض أن لا نرضاه لأبناء الناس. صحيح. هؤلاء وضعوا فلذات أكبادهم يعني أمانة. صحيح. في أعناقنا نحن كمعلمين، وبالتالي يجب علينا أن لا ننظر إليهم نظرة دونية أو نظرة يعني ربما الكلمة صعبة قليلا، لكن لا ننظر إليهم يعني نظرة احتقار، وإنما ننظر وتعالي، يجب أن ننظر عليهم فعلا أنهم بمثابة أبنائنا. نعم. يعني ما لا ترضاه لابنك فعلا لا تنظر إلى الطالب الذي وضع أمانة في عنقك أو في يديك. صحيح. أو تحت يديك تحت تصرفك. نعم. بهذا المستوى المفترض فعلا أن نعطيه حقه. نعم. المخرج ما أدري أكمل أو نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع المعلمين. إذن نواصل. نقطة أخيرة، اليوم أنتوا بمثابة متحدثين يعني بلسان جميع معلمي ومعلمات عمان في هذا المنبر، طموحكم المستقبلي اليوم خلينا نقول أن 24 فبراير 2014 خلاص مرحلة انتهت ما قبلها، وابتداء من اليوم تبدون مرحلة جديدة، طموحكم للمرحلة الجديدة؟ بالتأكيد يعني الطموح لا يتوقف أبدا، مهما بلغ بك العمر أو مهما تقدمت بك السنون في مجال التربية والتعليم، يجب على المعلم أن يستمر أيضا في العطاء، وأن يستمر في التدريب. نعم. وأن يستمر حتى في الدراسة. يعني هناك شهادات أخرى ربما لم يحققها هذا المعلم، يجب عليه أن ينظر بإيجابية إلى هذه النقاط، ويعني وما توفره الوزارة حاليا مشكورة يعني من فرص تدريب ومن فرص دراسية، هذه يجب أن يستغلها المعلم. جميل. استغلالا جيدا، ويستثمرها يعني يتحين مثل هذه الفرص حقيقة، لأنها. نعم. ربما لن تأتي مرة أخرى. صحيح. أستاذا أعرفت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئه أنفسا وعقولا. المعلم عطاء مستمر لا ينضب في جميع المجالات، دائما يسعى إلى التجويد إلى الإبداع، هذا هو المعلم في نظري، لا يتوقف عند نقطة معينة وإنما هو نبض متواصل. دمتم أكثر عطاء لهذا الوطن معلمينا ومعلماتنا، محمود بن سعيد البلوشي والأستاذ انتصار بنت حامد الحسنية، شكرا جزيلا لكم. عفوا، انتصار بنت حامد الهنائية، شكرا جزيلا لكم، كل عام وانتم بخير، كل عام وجميع المعلمين والمعلمات بألف خير. هذه محطة كانت بمثابة محطة بسيطة، احتفائية بسيطة بالمعلم اللي لا يمكن إن إحنا نفيه حقه خلال دقائق بسيطة من عمر برنامجنا. محطة أخرى مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. We'll be right back.
أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. حياكم الله مشاهدينا، محطتنا القادمة في الدقائق التالية فنية تشكيلية مع معرض مرايا. هذا المعرض اللي بمشيئة الله راح يفتتح يوم غد بصالة استال للفنون، وهو معرض تشترك فيه 4 فنانات تشكيليات عمانيات بالإضافة إلى فنانة تشكيلية من دولة الكويت الشقيقة. مثل ما ذكرت المعرض يبدأ يوم غد ويستمر حتى 13 من مارس المقبل. نتعرف أكثر ونقترب أكثر من معرض مرايا ونعكس ما فيه من أعمال من خلال ضيفتنا اللي منورت لنا في الاستديو أنعام بنت أحمد اللواتية، فنانة تشكيلية. مساك الله بالخير معنا أنعام. الله بالخير والنور، يا هلا. إذا معرض مرايا، نتحدث عن هذا المعرض. طبعا مرايا مثل ما حضرتك تفضلتي انه هو يعكس، فحبينا انه نسمي المعرض مرايا لان المراه هي عاكسه للشيء، مثل ما هي تعكس وجوه الاشخاص. فالاعمال اللي احنا نفذناها للمعرض هي نتاج يعني من ال الفيلينجز او الاحاسيس اللي تدور في خلاجات الفنان او الفنانه نفسها. فكل فنانه ما يعكس في داخلها تبلوره او تجسده على اللوحه. جميل، فهذا جداً. كان المبتغى من اختيار الاسم اسم يعني. مرايا. اذا هم 4 فنانات تشكيليات بالاضافه الى عمانيات بالاضافه الى فنانه تشكيليه من دوله الكويت الشقيقه. نتعرف على الفنانات المشاركات في هذا المعرض. الفنانات طبعا الاخت والزميله نعيمه الميمني بالاضافه الى نادية البلوشي والفنانة رديكا هملاي، ومن دولة الكويت طبعا أوجه لها تحية الصديقة العزيزة والغالية شيماء أشكناني ومحدثتك. إذا جميل جدا. عدد اللوحات اللي راح تكون موجودة في المعرض بشكل عام تقريبا الأعمال، يعني إحنا 5 فنانات، فكل واحدة مشاركة من تقريبا من 7 إلى 10 أعمال. نعم، ف يعني البعض مشارك ب7، البعض مشارك ب5 حسب احجام الاعمال ومساحتها يعني. جميل. طب ثيمة الاختيار او يعني اختيار الفنانات المشاركات في هذا المعرض، وخاصة انه جاء تحت عنوان واحد، يعني المفترض ان الثيمة تكون او هكذا، يعني المفترض ان تكون تحت ثيمة واحدة تشترك بها الاعمال المشاركة في هذا المعرض. هل هذا الكلام صحيح او لا، ان كل واحدة وليها خطها في هذا وان اشتركنا في العنوان والفكرة؟ لا، مثل ما ذكرتي في الشق الثاني انه هو المعرض كل فنانه تقدم او تطرح بالفيجن او الرؤيه اللي هي متعوده عليها. طبعا المعرض حاليا كله يتحدث عن التجريد او الفن المعاصر. نعم. بين ممكن تجسيد الواقع على بشكل تجريدي. في نجد ذلك في لوحات الفنانه نعيمه، هي متعوده ترسم بيئه عمانيه
بالإضافة إلى الحارات القديمة، فجسدت هذه الحارات القديمة بس بشكل تجريدي، يعني واضح البيت والمسجد والشارع والعمارة الإسلامية العمانية ولكن بشكل مجرد. نجد أيضا هذا الأعمال عند الأخت نادية جمعة، ترسم لاندسكيب أو طبيعة بس بتتشات فرشة جدا فيها موفمنت سريع وإيقاع سريع جدا. أيوة. الأخت شيماء أعمالها تتحدث عن النساء، كلها أحاسيس ومشاعر والأنثى يعني الحنان اللي في الأنثى. ونفس الشيء بالنسبة للرديكا، أعمالها نفس الشيء بشخوص يعني. أما أعمالي يمكن المتلقي أو المتفرج الجمهور التشكيلي العماني يعرف أن الأعمال كنا على الأبجديات المسمارية القديمة. جميل جدا. إذا ما شاء الله كل وحدة وليها خطها ولكن يعني اجتمعتوا تحت عنوان نعم. التجريد. نعم نعم. إذا يعني أيضا مشاركة فنانة كويتية من دولة يعني فنانة تشكيلية من دولة الكويت الشقيقة، يعني أهمية مثل هذا التبادل وأيضا هذه المشاركات بينكم أنتم كفنانات تشكيليات في معرض واحد، الإفادة اللي ممكن تعود لكم أنتم كفنانات من خلال هذا التواصل بينكم وبين بعضكم والمشاركة في معرض واحد؟ طبعا هذا يوسع مدارك الفنان، ان الفنان بس ما يكون متوقع في بيئته وما يكون بس يعني محكور في زاويه معينه. الاطلاع على تجارب الاخرين جدا مهم عشان الانسان ينمي ذائقته الفنيه. فيعني كانت هي بدايه لان ستايل جاليري جديد حاليا، صحيح، تم افتتاحه من شهرين، وهنا اغتنم الفرصه ووجه تحيه للاستاذ والزميل حسن مير المدير الفني للقاعه، بالاضافه الى مجموعه عبد اللطيف السركال اصحاب القاعه. فيعني مثل هذه المعارض وفيها يعني تبادل جدا جدا مهم للفنان عشان يتطور، مش بس انه مثلا يطلع على الفنانين التشكيليين اللي يقدموه في عمان، ايضا خارج السلطنه هذا جدا مهم لتنميه الذائقه. وايضا هي فرصه انعام ان الجمهور العماني وايضا المهتمين بالفنون التشكيليه يتعرف ايضا على يعني تجارب من الخارج، خارج السلطنه. يمكن انتم كفنانين واصلين للمهتمين بالفنون التشكيليه، ولكن ايضا من الجميل ان فنانين تشكيليين من خارج السلطنه يعرضون اعمالهم ولجمهور السلطنه في طبعا السلطنه. هذه نقطه يمكن تقودنا لايضا حديث اخر اللي هو ايصال الفن التشكيلي للجمهور. اليوم تحسين ان الجمهور صار اكثر فهما وايضا خلينا نقول يعني استيعابا للفن التشكيلي، حب الفن التشكيلي، ولا تحسين لا بعد في محتاجين انتم للمزيد يمكن من الخطوات حتى توصلون للجمهور؟ والله اتوقع حاليا خلال الخمس او ست سنوات السابقه اصبح في هنا قاعده جماهيريه كبيره في الفن التشكيلي. ايضا يعني انا كشغلي في جمعيه الفنون التشكيليه عاده نوجه رسائل للتربيه، وزاره التربيه، علشان يكون في هناك رحلات مدرسيه للطلاب خصوصا المهتمين في مثلا جماعات التربيه الفنيه او اللي يحبوا الفن بشكل عام انه يتفضلوا ويزوروا المعارض، بالاضافه الى الكليات والجامعات، فهذا شيء جدا طيب يعني. جميل جدا. اذا المعرض بمشيئه الله راح يفتتح في الغد بصالة ستال بمدينة السلطان قابوس، للي ما عارفين القاعة وأيضا أو الصالة، وراح يستمر حتى 13 مارس. هذه دعوة للجمهور، لمحبي الفن التشكيلي وأيضا لمهتمين بالفن التشكيلي لزيارة معرض مرايا بمشيئة الله. نتمنى لكم كل التوفيق بمشيئة الله في هذا المعرض وأيضا أعمالكم القادمة. إنعام بنت أحمد اللواتية فنانة تشكيلية وإحدى المشاركات بمعرض مرايا، كل التوفيق لكم، نورتينا في برنامج من عمان. سلمين النور، نورك حبيبي. شكرا. إذا مشاهدينا محطتنا القادمة حول الطواف العربي للإبحار الشراعي، خليكم معنا.
منطقة حيبي الجبلية تبعد حوالي 60 كيلومتر من صحار، تتميز بحصنها الشهير حصن حيبي ومزارعها وجبالها الشاهقة وفلجها الذي يمر بمزارع القرية وبيوتها. يعيش سكان منطقة حيبي على المزارع قديما، حيث كانوا يزرعون القمح المسمى بالبر والشعير والأعلاف والأشجار كأشجار النخيل. تعيش القرية بهدوء في هذه الطبيعة الغناء بحكم قلة قاطنيها. طبعا قرية حيبي من القرى التابعة لولاية صحار، ولا زال أهل البلد متمسكين بعاداتهم، حيث أن مصدر الماء هو الفلق الرئيسي اللي يغذي المنازل والمزارع القريبة منه والبعيدة، وكذلك الأراضي الزراعية اللي في آخر البلد كما لاحظتموها. حصن حيبي رمم في العام 2010، يتكون من عدة غرف للسكنة وخمسة أبراج، هي برج الباب وبرج النغالة وبرج محروق وبرج غياض وبرج السمرة، ويوجد بالحصن بئر ماء. علي بن عبد الله العجمي من منطقة وادي حيبي التابعة لولاية صحار. أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. مرحبا بكم مشاهدينا في محطتنا الثالثة والأخيرة ضمن محطات برنامج من عمان الليلة، ومحطتنا مثل ما ذكرت قبل الفاصل عن الطواف العربي للبحار الشراعي اللي اختتم اليوم نسخته الرابعة. طبعا هذه النسخة كانت تحمل عنوان EFG، انطلاقتها كانت في 9 فبراير الجاري من العاصمة البحرينية المنامة. القوارب شقت مسيرها نحو العاصمة القطرية الدوحة، تلتها طبعا عدة مدن مر فيها هذا الطواف، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، دبا في محافظة مسندم، المصنعة، ورست اليوم اللي هو كان يوم الختام في مرسى الموج مسقط. خلونا نقترب أكثر من الطواف العربي للإبحار الشراعي في نسخة الرابعة، ختام اليوم الفائزين، أيضا يمكن تحضيراتهم للنسخة الخامسة من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستديو الفاضل عيسى بن سلطان الإسماعيلي مدير عام الفعاليات بعمان للإبحار. مساك الله بالخير أستاذ عيسى. مساك الله بالنور والصور. حياكم الله. إذن نبارك لكم ختام طبعا النسخة الرابعة من الطواف العربي للإبحار الشراعي، كيف كان الختام اليوم والفائزين؟ والله الحمد لله رب العالمين. أولا أنه في نجاح النسخة الرابعة من الطواف العربي اللي بدأ في 2011، يعني في أول نسخة، وطبعا الختام مثل ما تفضلت اليوم انتهى في مشروع الموج مسقط أو في مرسى الموج مسقط. طبعا تم تتويج الفائزين في المرحلة الأخيرة، هي ما من ولاية المصنعة وتحديدا من المدينة الرياضية إلى مسقط. نعم. وأيضا الترتيب العام للفائزين، وكان التتويج طبعا في المركز الأول، ترتيب العام في هذا العام من إما فريق من إمارة موناكو اللي هو EFG بانك، وفي المركز الثاني فريق يمثل الاتحاد الأوروبي اللي هو ماسير فرانكفورت، وفي المركز الثالث كان فريق يمثل من المملكة الهولندية اللي هو فريق ديدلفت. يعني نجاح آخر للطواف العربي، أهداف طبعا عدة، أهم أهداف استحداث هذه الفعالية اللي هو فعالية الطواف العربي للبحار الشراعي هو طبعا إحياء الموروث البحري ليست فقط لعمان ولكنما للمنطقة ككل، منطقة صحيح. الخليج، وأيضا خلق منصة يعني للشباب العماني والشباب الخليجي كمنصة دولية في فترة
فترة الشتاء بحكم أن في أوروبا وينعدم فيها الإبحار الشرعي بحكم أن الأجواء الباردة في البر بالضبط. فهذه هي الأهداف. وأيضا هناك هدف طبعا ترويج المنطقة كمنطقة للإبحار، وليس فقط للإبحار الشرعي وإنما أيضا لترويجها أو في مزار كمزار لليخوت وغير ذلك. جميل جدا. يعني من أسماء القوارب اللي ذكرتها الفائزة يعني دول أوروبية مشاركة، ولكن المسمى الطواف العربي يمكن اللي يتبادر إلى الذهن أن طواف عربي لازم الدول العربية هي اللي تكون أكيد مشاركة. وفي النسخة الرابعة في طبعا يعني غير الثلاث دول الأجنبية الأوروبية اللي شاركت في الطواف، طبعا هناك ثلاث فرق عمانية أيضا شاركت. نعم. وبفريق يمثل طاقم عماني متكامل بقيادة البحار محسن البوسعيدي، ويمثل فريق النهضة العماني. نعم. وأيضا فريق نسائي متكامل هو الثرية بنك مسقط، يمثل عدد أربع بحارات عمانيات أبحرن يعني على هذا القارب، وأيضا فريق يمثل البحرية السلطانية العمانية. لكن أنا فقط أني تطرقت للفرق الفائزة، هي الفائزة. لكن صحيح. هو يعني الهدف من السؤال أو فكرة السؤال أن لا يقتصر أو لا تقتصر المشاركة في الطواف العربي للإبحار صحيح. على الدول العربية، ولكن أيضا هناك دول أوروبية وغربية تشارك في هذا الطواف. أكيد. نعم. في نهاية المطاف الهدف الأسمى والرئيسي من استحداث الفعالية هذه أو الطواف العربي كان أنه الهدف الأخير، نحن نتمنى أن جميع دول مجلس التعاون تشارك في هذا السباق أو الدول العربية بالأخص. ثم طبعا المشاركات مفتوحة بحكم أن أحد أهدافها هي طبعا الترويج السياحي وأيضا صحيح. وتفعيل المنطقة وتفعيل المراسي وغيره. طيب أستاذ عيسى، اليوم مع ختام النسخة الرابعة من الطواف العربي للإبحار الشراعي، كيف تجدون الصدى بعد 4 سنوات وأربع نسخ من إقامة هذا الطواف؟ كيف تجدون صدى هذا الطواف سواء إقليميا ودوليا؟ وصلهم تلاقون أن كل سنة مثلا المشاركات تزيد، ولا لا أنتم بحاجة أيضا بزيادة للتعريف عن هذا الطواف؟ طبعا في عدة عوامل يعتمد على يعني عدد المشاركين. يعني على سبيل المثال في النسخة الأولى كانت مشاركة 6 فرق فقط، ومن ثم في النسخة الثانية والثالثة مشاركة 9 فرق، وفي النسخة الثانية كان في حضور ل5 دول خليجية يعني. لكن طبعا التوجهات تختلف بحكم أن رياضة الإبحار الشراعي أيضا رياضة غير ليس لها شعبية كبيرة، وأيضا في سباقات المحيطات ليست جزء من سباقات أو الفئات الأولمبية التي الاتحادات تكون تدعمها. نعم. عفوا. فطبعا نحتاج مزيد من الترويج لهذه الفعالية. ويعني في الفترة الأخيرة نظرنا يعني ووجهنا أنه الناس تعرفت على هذه الفعالية على هذا السباق أكثر في الدول الأوروبية أكثر مما هي في الخليج صحيح. ولكن لابد أن تتغير استراتيجيتنا في الأعوام الجاية بحكم أن نركز أكثر في تفعيل الطواف العربي في الدول مجلس التعاون أو الأقل الدول اللي نمر فيها. يمكن من هنا جاء اختياركم للمسمى الطواف العربي للإبحار على أساس تروجون يعني الإبحار في الدول العربية دول الخليج بشكل خاص. أكيد. لأنه طبعا اختيارنا أيضا للمراسي، نحن نعبر على 8 مراسي في دول مجلس التعاون، 1 في البحرين قطر، و3 وقفات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا 3 مراسي في سلطنة عمان. الهدف منها أيضا تفعيل والربط هذه المراسي مع بعضها البعض في الترويج السياحي. وأيضا اختيارنا للمراسي أو المارينز اللي أو وقفات المحطات في هذا الطواف هي جزء من المشاريع العقارية السياحية. نعم. فأيضا الطواف يساهم في أو بادرت في ليس فقط ترويج لمراسي أو الوجهات السياحية في عمان، ولكن كدول مجلس التعاون ككل كمنظومة متكاملة يعني. نعم. يعني ما شاء الله عمان للإبحار ومنذ إنشائها يعني تقوم بدور جدا كبير في مسألة الترويج للإبحار، وأيضا تدريب وتأهيل الأجيال، وأيضا الدعم للمحترفين خلينا نقول في هذا المجال لمثلا أو للمواصلة في هذا المجال. وأيضا قمت بالعديد من
يعني هذه الفعاليات والمشاركة أيضا في فعاليات سواء على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، خططكم القادمة في ما يخص عمان للإبحار؟ طبعا هناك عدة مشاريع مثل ما تفضلتي. المشاريع التركيز الأساسي الآن هو طبعا تركيز على برنامج الشباب اللي هو البرنامج الأولمبي، بحكم أن النية أو الخطة هي المشاركة في أولمبياد 2020 والرجوع بميدالية إن شاء الله في 2024. فهو قائم الآن مثل ما تنتظر، هي خطة طويلة المدى، ولكن لابد ما ممكن أن تخلق أولمبي من يعني في يوم وليلة يعني. صحيح. وأيضا هناك عدة فعاليات، والحين انتهينا من منافسة سلسلة سباقات الإكستريم، والسنة 2014 رجعنا بقاربين بدعم من الموج مسقط والطيران العماني، وهذا يمثل سلطنة عمان. وأمس اختتمت سباقات أول جولة لسلسلة سباقات الإكستريم في سنغافورة، والفريق الموج مسقط في المركز الثاني يعني الحمد لله، والمحطة الثانية من سباقات الإكستريم. نحن في السلطنة سوف يعني السلطنة سوف تستضيفها بشهر مارس، ما بين 19 إلى 22 مارس في مشروع الموج مسقط بالنفس إن شاء الله. طيب فيما يخص الطواف العربي للبحار الشراعي، وإن كان يمكن الوقت مبكر وأنتم تختتمون اليوم النسخة الرابعة، إيش خططكم المستقبلية فيما يخص تطوير مثلا أو الترويج لهذا الطواف؟ نحن أولا سعداء جدا أنه اليوم عدة الفرق الأوروبية أكدت حضورها للسنوات القادمة. جميل. فهذا يعني شيء أيضا رائع جدا، بحكم أن بعض الفرق للسنة الثانية أو الثالثة على التوالي تشارك. وطبعا خطط راح التركيز اكثر راح يكون على دول مجلس التعاون، راح هناك اتفاقيه ما بين نادي ابو ظبي لليخوت والشراع وعمان للابحار كمذكر التفاهم، انهم ايضا راح ياسسوا فريق في البحار المحيطي، ونتمنى ايضا نفس هذا المنظومه ان نطبقها مع دول مجلس التعاون الاخرى، بحكم ان مع الوقت ننظر ان جميع ست دول الخليج تنافس على مياه الخليج. جميل جدا، واحنا نتمنى لكم كل التوفيق في طبعا جميع الفعاليات اللي تنظمونها، وأيضا في الطواف العربي للبحار الشراعي في نسخته الخامسة بمشيئة الله. الأستاذ عيسى بن سلطان الإسماعيلي مدير عام الفعاليات بعمان للإبحار، شكرا جزيلا لك، نورتنا في من عمان. شكرا جزيلا. شكرا، الله يعطيكم العافية. إذا مشاهدينا قبل الختام، هو تذكير أن بمشيئة الله ابتداء من يوم الأربعاء 26 فبراير راح طبعا يبدأ بث برنامج جديد مواكب لمعرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 19، وطبعا راح يحمل عنوان الفهرس. هذا البرنامج راح يحل مكان برنامجنا من عمان، راح يطل عليكم من 8 وحتى 9 يوميا ابتداء من 26 فبراير وحتى يوم 8 مارس القادم. نتمنى أنكم تقضون وقت أيضا مفيد بصحبة ما سيقدمه هذا البرنامج اللي راح يغطي فعاليات معرض الكتاب، راح يستضيف أيضا ضيوف السلطنة وأيضا الضيوف من داخل السلطنة، واللي راح يوقعون على كتب، وأيضا الفعاليات المتعددة اللي راح يضمها معرض الكتاب في نسخة 19. احنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج من عمان، نتمنى انكم قضيتوا امتع الاوقات بصحبة محطاتنا المتنوعة. تهنئة اخيرة للمعلمين، كل عام وانتم بألف خير، وكل عام وانتم اكثر عطاء واكثر شعلة للاجيال ولهذا الوطن. دمتم في حفظ الله ورعايته، لقائنا بمشيئة الله يتجدد في الغد مع محطات جديدة متنوعة تأتيكم فقط من عمان، في رعاية الله.